بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. ضيوفنا الكرام، زوارنا المبشرين، أيها الحضور الكريم، إنها السنة الجامعية 11 و2012 و2000 تودعنا وتضع أوزارها التي حملت على امتداد 9 أشهر أو يزيد، أشهر شهدنا خلالها تحديات كثيرة وصعوبات أكثر، وكسبنا إبانها رهانات كثيرة وتميزا أكثر، لنعيش لحظات مخاضها الجميل المحمل أملا وطموحا وانطلاقا، لترسم السنة الآفلة في مختتمها البسمة فوق شفاه كل من يودعها، على أمل أن يجمعنا لقاء آخر في مختتم سنة جامعية أخرى يؤثثها كد طلبتنا وأساتذتنا ويزيدها ألقا تفاني الإدارة والعملة، وسعيهم الدائم نحو أفق أرحب للبذل والعطاء لا ينضبان. ولأننا نتوج في هذا اليوم المميز مجهودات جسيمة بذلتها جامعة منوبة طيلة سنة كاملة من التعب والمثابرة، ونقيم حفلا هو سابقة فريدة في تاريخ جامعتنا على غرار الملتقى العلمي الأول للجامعة، فإنه لا يسعنا في هذا العرس الجامعي المميز، عرس جامعة منوبة، سوى أن نرحب برواد حفلنا وحضوره الكرام من مديري المؤسسات الجامعية وأساتذة وطلبة وإداريين وعملة وأولياء، الذين آلوا على أنفسهم أن يكونوا بين ظهرانين هذا المساء ليشهدوا بكل فخر واعتزاز تكريم المتفوقين والمتفوقات من طلبتنا، والمتميزين والمتميزات من باحثينا، والمتألقين من أبناء تونس ككل، أولئك الذين سيحملون مشعل المستقبل وينيرون مسارب بلادنا في الداخل والخارج، شعارهم فيها العمل والوفاء والحب. وفي نهاية كلمتي هذه أجدد ترحابي بجمعكم الكريم، وأوجه الشكر والامتنان العميمين إلى كل من ساهم في إعداد وتنظيم وتأثيث فقرات هذا الحفل البهيج. واسمحوا لي أن أدعو السيد رئيس جامعة منوبة الأستاذ شكري مبخوت لإلقاء كلمته على حضوركم الكريم، وشكرا. سيدات والسادة المشرفين على مؤسسات جامعة منوبة، سيدات والسادة أعضاء مجلس جامعة منوبة، السادة المسؤولين النقابيين للأساتذة والموظفين والعملة، سيدات والسادة إطارات جامعة منوبة وموظفيها وعملتها، النجباء من طلبة جامعتنا، ضيوفنا المبشرين، أيها الحضور الكريم، يسعدني أن نلتقي في هذا الحفل البهيج لنكرم باسم جامعة منوبة المتفوقين من طلبتنا في الإجازة، والمتميزين من الباحثين في الماجستير والدكتوراه، وهي مناسبة للاحتفاء بهذه النخبة التي شرفت المؤسسات التي تنتمي إليها وشرفت الجامعة في الآن نفسه. برغم تعميم التعليم واعتماد قاعدة مكان في الجامعة لكل حاصل على البكالوريا، فإننا ما زلنا نتبنى فكرة أن التميز العلمي يظل نخبوياً بالأساس. وما احتفالنا اليوم إلا من باب تشجيع هؤلاء الباحثين الشبان والمتميزين في المجال التحصيل العلمي، وحفز هممهم للسير في الطريق الصعبة، طريق البحث والإضافة العلمية، فهم رأس مالنا الحقيقي وخلاصة الجهد الذي بذله الجميع أساتذة وإطارا إداريا وعملة ومشرفين على المؤسسات. ولا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر لكل العاملين في الجامعة ومؤسساتها على تفانيها رغم النقائص العديدة وضعف البنية التحتية وقلة وسائل العمل أحيانا، تفانيهم لإنجاح هذه السنة الجامعية. ولقد كانت هذه السنة في جل المؤسسات متميزة
مثلت تجربة مهمة بفضل تعميم الانتخابات على جميع هيكل الإشراف العلمي والبيداغوجي. ولا شك أن السادة المسؤولين على هذه الهيكل قد عاينوا الفرقة الشاسعة أحياناً بين موقع الأستاذ وأحلام من ترشح لمثل هذه المواقع مواقع المسؤولية، وبين الصعوبات في تحقيق الأهداف والوسائل المتاحة لذلك، والإشكالات التي تطرحها إدارة الشأن الجامعي بطلبته وإدارته وعملته وإطار التدريس فيه. ولكننا نؤكد مرة أخرى التزامنا بالدفاع عن استقلالية الجامعة ومؤسساتها، وقد بدأ هذا المبدأ يتجسد، لأنه بالنسبة إلينا حجر الزاوية في كل منظومة جادة للتعليم العالي. واعتقادنا أن علاقة الجامعة بمؤسساتها قد بدأت تتغير نحو مزيد من المرونة والتواصل والشفافية، وهي مبادئ نريدها في علاقتنا بالوزارة. وهذا مسار صعب، لأن الاستقلالية وما تستلزمه من مسؤولية تضع المؤسسات أمام تحديات جديدة. ما زلنا جميعا غير مهيئين التهيؤ الكافي لها، ولكن ليس أمامنا من اختيار آخر غير السير إلى آخر الطريق. أيها الحضور الكريم، إن هذا الجانب المهم لا ينسينا ما تعرضت إليه الجامعة من خلال كلية الآداب والفنون والإنسانيات من هجمة شرسة كانت تهدف إلى المساس بالحريات الأكاديمية والنيل من رمزية الفكر النقدي المنفتح الذي مثلته دائما وعبرت عنه حتى في أحلك فترات الديكتاتورية، فلم تتنازل ولن تتنازل. فقد تعلمنا جميعا من هذه المحنة ما يكفي من الدروس التي سنواجه بها حالة الفلتان السياسي والإيديولوجي في مؤسساتنا، ونزعة الهيمنة وضرب الحريات، جميع الحريات. فالدرس الأكبر الذي خرجنا به أن تحصين مؤسساتنا الجامعية لا يكون إلا بتشغيل آليات الدفاع الذاتي عن أنفسنا وعن مؤسساتنا، بالتفاف الأساتذة حول هياكلهم البيداغوجية، فهذا كفيل بدرء المخاطر مهما تكون التقلبات والصعوبات. ولكن هذا المسار طويل شاق، يتطلب يقظة دائمة وشجاعة كافية حتى لا تكون الجامعة موطنا للتجاذب الذي يعطلها عن أداء مهامها. واسمحوا لي أن أحيي زملائنا بكلية الآداب والفنون والإنسانيات وهياكلها العلمية على صبرهم وتجندهم للدفاع عن مؤسستهم ومن خلالها عن الجامعة والمؤسسات الجامعية في تونس. ونحن على يقين من أن الرجة والضجة اللتين وقعتا رغم وقعهما الشديد قد قوتا الموقف الجامعي الذي سيكون أصلب وأكثر خبرة في التعامل مع مثل هذه المستجدات. أيها الحضور الكريم، لم أعتد على ذكر الإنجازات والنتائج الإيجابية، فاللغة الخشبية قد انتهى عهدها، وهذا فهي بالنسبة إلينا أمر عادي، بدونه لا يمكن الحديث عن المؤسسات. ولكن ما يهمني أكثر هو ما ينتظر منظومتنا الجامعية. إن المشاكل المتراكمة الموروثة والمستجدة لم تجد بعد طريقها إلى التناول السليم. واعتقادنا أن على مجلس الجامعة والمجالس العلمية أن يكون أشد حزماً في تشخيص علل منظومتنا الجامعية وإيجاد الحلول لها. ولئن كنا نتفهم ضغوطات العمل اليومي وتلاحق المهام طيلة السنة، فإنه لا مناص لنا من انتهاز الفرصة المتاحة حتى نأخذ بزمام الأمور وندفع سلطة الإشراف إلى اتخاذ القرارات الأساسية التي تفتح السبيل نحو إصلاح حقيقي استراتيجي للجامعة تكوينا وبحثا. والركن الأساسي من هذا الإصلاح
إنما هو استقلالية الجامعات وما تتطلبه من إصلاحات تشريعية باتت عاجلة، لأن القوانين الموجودة تعطل الجامعات عن أداء رسالتها وتطوير صيغ أدائها، لنخرج جميعا من الإحساس الملازم لنا بأن لا شيء تغير تقريبا. أيها الحضور الكريم، إن حضور النقابيين معنا في هذا الحفل وبالخصوص الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي لا مناسبة حتى نشكر الهياكل النقابية المختلفة على ما لمسناه لديها من إحساس بالواجب وسعي إلى المشاركة في معالجة الملفات، وهو جانب تشاركي لا حياد عنه ينبغي تطوير صياغه رغم المناخ الاجتماعي السليم عموما، في انتظار إيجاد الطرق الكفيلة بتشريك نقابات الطلبة وممثليه. فهذا الجانب ما يزال ضعيفا جدا سواء داخل المؤسسات مؤسسات الجامعة أو في المستوى الوطني. أخيرا اسمحوا لي أن أجدد الترحاب بكم جميعا وأن أتقدم بالتهنئة للمتفوقين من طلبتنا وباحثين الشبان وباحثين أيضا الذين ترسخت أقدامهم في مجال البحث، ونقصد الأستاذين اللذين نكرمهما في هذا الحفل، الأستاذ عبد القادر المهيري والأستاذ حماد صمود، ونذكر أيضا الأستاذ هشام الريفي لأطروحته المتميزة لنيل دكتور الدولة. مرحبا بكم جميعا وكل سنة وجامعتنا بخير. شكرا للسيد رئيس جامعة منوبة على هذه الكلمة، ودعوني أبلغكم أن هناك فنانا حاضرا معنا يريد أن يسمعنا شيئا من فنه الجميل، ضيفنا المكرم المبجل الموسيقي الأستاذ أنيس القليبي، فلنبقى مع دقائق من عزفه الجميل على آلة الكمان ثم عودة.
على وراء.